موازنة مسربة ودينار متذبذب، إرباك قاد إلى رفع سعر الصرف إلى مستويات غير طبيعية، سلوك المضاربين والشائعات قللت من ثقة المواطن بالعملة المحلية وزادت الطلب على العملة الصعبة، أزمة قد ترفع الأسعار وتقلل القدرة الشرائية إلى نحو 20%. رفع سعر الدولار واللي راح يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، جميع بضائعنا في العراق هي مستوردة والإنتاج ضعيف. كابوس آخر بانتظار العراقيين تتكشف ملامحه، رفع سعر الصرف وتخفيض مخصصات الموظفين، خطة حكومية معدة منذ 4 شهور لتقنين الميزانية المخصصة للرواتب من 50 تريليون دينار إلى نحو 41 تريليون دينار في موازنة العام المقبل. ربما يصل الدولار إلى 180 إلى 170، وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن العراقي. أزمة اقتصادية وشيكة، يدرس خبراء المال خيارات اقتصادية صعبة ليس لتفادي وقوعها بل للنهوض منها وإجراء تغييرات حادة في النظامين السياسي والمالي.